كنتي؟ لا بون كيما كنت نحكي نفس السؤال اللي تعود لي. بالنسبه لي انا جاي نلعب في جمعيه ما نجمش نقول هذا سبيسيال شنو يعني. انا نجم نلعب اليوم بالبي ونمشي للقاسرين نعمل شطر، هذا جاي على 15 ماتش باش نعطي لو ماكسيموم. جاي نعرف وضعيه نتاع الجمعيه اللي هي لاهي الرابعه لاهي الخامسه، في وضعيه الناس الكل نتجندوا باش نعملوا لو ماكسيموم بوسيبل باش نخرجوا الجمعيه من البلاصه هذه لا اكثر لا اقل. مدينة البوسليمي اساسي في النادي الافريقي في لالي، علاش حب يخرج؟ علاش خرج؟ مش حبيت نخرج، شوف خاطر هما يخرجوا الميديا اللي يحبوا، انا ما نتكلمش. وسيدي جا جاتني برشا تليفونات من الميديا، ما نحبش ندخل تحت السقف هذا. انا بالنسبه لي انا ملاعبي في النادي الافريقي، جيت على 13 مات سون بريباراسيون فيزيك، اول ماتش نلعب ديربي والناس الكل شافتني ايش عملت في الديربي. بالنسبه لي انا ملاعبي في جمعيه، ثم ناس تقرر لقيتهم خذوا قرار. انا ما عمري ما نرفض قرار ولا ما عمري ما نتعوج باش نقعد في بلاصه سوا دي زون خير من البلاصه نتخيل نهار اخر نمشي لها. بالنسبه لي انا نتصور كاركتيري هو اللي خرجني من النادي الافريقي. تصور اليوم مردود نتاعك اكد هذا اكد اللي نقولوا ديما ونعمه بالله الحمد لله، ديما التوفيق يجي من عند ربي. انا بالنسبه لي انا مانيش باش ناقف في ماتش الكلوب ولا في ال 90 مينوت هذوما. بالنسبه لي انا جاي على مهمه صعيبه، مانيش جاي على جمعيه تلعب السادسه والخامسه ونلعبوا في شازلونغ. نحن جايين الجمعيه هي تو في ثلاثه الاخرانيين باش نعملوا لو ماكسيموم بوسيبل، او موان نحطوها في بلاصه اللي تخليها في الناسيونال. والعام الجاي عم ربي.